ابرز الاسماء اللي انت شايف ان انت كنت تتمنى ان هي تكون متواجده ضمن قائمتنا وشايف ان هي فعلا متواجده، يعني كانت مش موجوده او ما كانش فايتني كتير؟ احمد فتحي. من غير ما افكر طبعا احمد فتحي. احمد فتحي اللعيب الوحيد اللي في مصر اللي زي ما بقول كده بلغه الكوره قفل اللعبه. لعب في كل البطولات، لعب مع كابتن محمود الجاري وهو كان عنده 15 سنه اعتقد. فانا يمكن كمان في البطوله الاخيره بطوله امم افريقيا كان نفسي الوحيد الاول واحد ينضم للمنتخب هو احمد فتحي. بغض النظر انا مش هتكلم احمد فتحي فنيا في الملعب كمان، لا احنا بنفتقد شخصيه القائد بره الملعب. في وقت من الاوقات كتيره جدا بيبقى دور احمد فتحي بره الملعب اهم من جوه الملعب. المنتخبات خصوصا والمعسكرات اللي بتطول محتاجه حد يلم على طول ورا المدير الفني. المدير الفني ما بيبقاش طول الوقت مع اللعيبه، كابتن الفريق هو اللي بيبقى مع اللعيبه. فكابتن الفريق بيبقى هو المدير الفني للعيبه، هو اللي قاعد معاهم على طول، هو اللي بيقدر يلم المشاكل اللي بتحصل، وفي نفس الوقت ما بتكبرش، ما بتوصلش الاعلام، ما بتوصلش المدير الفني، ما بتوصلش لاتحاد كوره. فاحمد فتحي دوره مهم ولازم يكون موجود، مستواه يأهله اللي هو يروح ويلعب. كمان احمد فتحي من الناس المجتهده ومحافظ على نفسه بشكل كبير جدا جدا لفترات كبيره جدا، لكن كمان خارج الملعب لا هو يقدر يحل حاجات كتير جدا بصراحه.